أكد محافظ صلاح الدين الدكتور المهندس عمار جابر خليل خلال استقباله وفد من نقابة الفنانين العراقيين أن هناك توجها لبناء المؤسسات الفنية والثقافية بعد أن نتخطى مرحلة العمر وتوفير الخدمات في عموم المحافظة وخصوصا في المناطق المدمرة. وقال المحافظ أن من أولوياتنا بناء الإنسان بالاستعانة بذوي الاختصاص كونه محور الحدث ومن خلاله تسمو وتتقدم الأمم، مضيفا إننا بحاجة إلى مواطنين عراقيين جذورهم ترتبط بالأرض، فنحن أبناء بلد واحد وعلينا نتكاتف لبنائه. وثمن الوفد موقفه ودعم محافظ صلاح الدين لوفد نقابة الفنانين العراقيين من خلال الإيعاز للجهات المعنية بتلبية أغلب الطلبات التي قدمت خلال اللقاء.